بجديد التضامن الفني العربي مع قضية فلسطين وأهلها، قام الفنانين العرب بدعم فلسطين كل حدا على طريقته، حيث طرح الفنان المصري هاني شاكر عبر قناته على اليوتيوب والمنصات الرقمية أغنية وطنية بعنوان الهوية عربي من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكري. بيقول بمطلع الأغنية يلي أهداها لشهداء فلسطين وأبناء قطاع غزة: أنا في الهوية عربي وفصيلة الدم أقصى، رام الله يافا عكا والقدس خليل وغزة، وفي حيفا لي ذكرى وفي نابلس ألف قصة، أنا وجعك في علم. كشف المؤلف مدحت العدل تفاصيل إعادة إنتاج أوبيرات القدس حترجع لنا والحلم العربي بحفل بدار الأوبرا المصرية، حيث رح يقام يوم الأحد 29 تشرين الأول لا يعرض على الهواء مباشرة. قال العدل بلقاء مع إيتي بالعربي: في ناس دايما تسألنا هو أنتوا هتقعدوا تغنوا؟ يا جماعة احنا شغلنتنا نغني، يا أما اللي بيخبز ما يخبزش واللي بيروح للدكتور ما يروحش، دي شغلنتنا. بس احنا المرة دي عاملين حفلة مذاعة على كذا محطة على الهواء وهنجمع تبرعات لأهلنا في غزة. أضاف بحديثه: هنعمل القدس هترجع لنا والحلم العربي، وهيبقى في نجوم كبار هيغنوا أغاني عن فلسطين، وهيبقى يوم الأحد القادم 29 أكتوبر تشرين الأول في دار الأوبرا المصرية. أنا قدمت دعوة من خلال حساباتي والتلفزيون، اللي عايز يجي يشارك أهلا وسهلا، واللي عايز يجي ويتمنعه الظروف هنجيب بديل له. من جهة أخرى، قطع الفنان محمد منير إجازته السنوية ويلي بيقضيها كل عام بألمانيا، وذلك بعد الأحداث الدامية بقطاع غزة والعدوان على غزة. كشف أحد المقربين من محمد عن عودته للقاهرة للتحضير لعمل فن جديد تضامنا مع القضية الفلسطينية، ونشر صورة بتجمعه بمحمد منير بالطائرة وكتب معلق عليها: لحظة وصول الكينج إلى القاهرة بعد أن قطع إجازته السنوية في ألمانيا للتحضير لعمل فن جديد دعما ومشاركة للأحداث الجارية.